صباح الخير يا هادي. صباح الخير يا عفا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، وانت كيفك؟ تمام الحمد لله يا رب. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان كان من داخل سوريا او حتى من خارج سوريا. لكل السوريين بدي اتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمه كالعاده يحمل معه كل الخير، لانه الخير متى ما انوجد فانوجدت راحه البال والرزقه او كل شيء حلو بيريحنا. واهم شيء اليوم انه نكون مرتاحين رغم كل الظروف يلي عم نمر فيها، ويضل الرواق هو اساس يومنا، لانه مهما عصبنا ومهما فقدنا من اعصابنا اكيد ما رح نضر غير نفسنا وممكن تكون خسائرنا كبيره. لهيك اكيد مثل ما بيقولوا اضحك للحياه، ممكن انه تضحك لك، بس اليوم بدي اقول لكم انه اكيد خلي الابتسامه على وجوهكم وخليكم متفائلين مهما كانت الظروف بشعه. صار صباحك مرتاح، صباحك وصباح الابتسامه اكيد، والتفاؤل بعيدا عن العصبيه والطاقه السلبيه. صباحكم مشاهدينا، بلشنا معكم نهارنا، يا رب بهذا النهار والايام القادمه تحملكم كل الخير والصحه والرزق وراحه البال. واكيد مثل العاده ضمن صباحنا غير مترافق معكم لساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعه، واليوم حصه كبيره للفقرات الاجتماعيه وتقارير بمحافظتنا السوريه. ولكن مثل العاده خلونا نطلع سوا لفاصل بسيط وبنرجع. ودائما في احداث مهمه بتحصل عبر الزمن، واكيد تاريخ بيسجلها وبتصير من اهم الاحداث وبتنكتب معنا ضمن صباحنا ضمن فقره حكايه يوم. اليوم 12 حزيران، كثير من الأحداث تسجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1812 نابليون بونابرت بدأ بغزو روسيا، وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا. وبعام 1901 اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيركل. وبعام 1968 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها. ومثل اليوم من عام 2014 كأس العالم لكرة القدم ينطلق في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على ملعب ماركانا. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1827 يوهانا شبيري، كاتبة سويسرية. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1982 كارل فون فريش، عالم إثيولوجيا نمساوي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1973. والثاني عشر من حزيران هو اليوم الوطني بروسيا. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات المنوعة اللي عم تكون موجودة دائما ضمن صباحنا يمكن منعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها. خلونا سوا نتابع وراجعين. هل
هل تعلم أن الأشخاص الذين يتهيئون للامتحانات في وقت متأخر وينجحون غالباً يكونون عباقرة وأذكياء في مجتمعهم ويستحقون مستوى تعليمي أفضل، بالإضافة إلى امتلاكهم مهارة التعامل مع الظروف الطارئة وبنجاح؟ وهل تعلم أن ثلاثة أشياء إذا تحكمت في حياتك ستجعلك تعاني من الإحباط والاكتئاب طويل المدى؟ هي جني المال، آراء الناس، والذكريات السيئة. وهل تعلم أنه في مراحل متقدمة من الصداقة يستطيع الشخص أن يجلس مع صديقه وهو في قمة الغباء دون أن يضطر لتوظيف الذكاء أو حتى التفكير أثناء النقاش؟ فكلما زادت قوة الصداقة بين الأشخاص، يقل توظيف العقل بينهم، مما ينعكس إيجابياً على صحتهم. وهل تعلم أنه إذا شربت مشروباً شديد البرودة وشعرت بصداع مفاجئ في الرأس، غالباً ذلك الصداع سيكون عبارة عن جلطة جزئية وقعت في الدماغ، وهذا الأمر إذا تكرر قد يعرضك للإغماء، لذا ينصح الأطباء في هذه الحالة بالتوقف عن الشرب ومباشرة. وهل تعلم أن القلق وحده قد يضرك نفسياً وجسدياً بشكل أكثر عمق من الشيء الذي أنت قلق تجاهه؟ لذلك في كل التقارير الطبية يجمع خبراء النفس على ضرورة تجنب القلق وعدم المبالغة فيه مهما كان هذا الأمر. أخيراً، هل تعلم بأن الشخص الذي يتحسن مزاجه بمجرد انفراده وحيداً برفقة الكتاب أو أغنية يستمع لها أو حتى فيلم يشاهده، هو غالباً ما يكون قوي نفسياً وعاطفياً بحيث لا يستطيع أحد التأثير عليه؟ وأكيد مكملين صباحنا معكم بعد هاي المعلومات يلي سمعناها، وخصوصا أنه الشخص اللي بينفرد لحاله وبيكون مبسوط بيكون قوي نفسيا. صح، معك حق، أنا انبسطت فيها لهي، حبيت الفكرة. مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، واليوم أكيد ممكن يخطر لنا أنه تكون الورود مهددة بالانقراض، ونكون عم نعمل مؤتمرات ونعقد اجتماعات لحتى نحافظ عليها وعلى توريثها. محطتنا لليوم بخصوص الورد ولمحة عن المؤتمر يلي حصل بمدرج جامعة دمشق يوم 5 و6 حزيران، وهو حمل اسم المؤتمر مر السوسن الدمشقي معنا لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي، اللي تضمن عدة محاور وشملت هي المحاور التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والحلول للتحديات البيئية يلي اليوم عم نواجهها. أكيد يا عفاف، مؤتمر علمي كتير مهم، وأكيد كان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للتنوع الحيوي. محاور عديدة كانت موجودة اليوم ضمن المؤتمر رح نسلط الضوء عليها، وأكيد على الأنواع المهددة بالانقراض وتدابير صونها وتوثيق التراث الطبيعي في سوريا. وللحديث أكثر عن المؤتمر مشاهدينا، بسعتنا أنه تكون ضيفتنا لليوم الدكتورة أحلام معروف، نائب عميد كلية العلوم للشؤون العلمية في جامعة دمشق وخبيرة التنوع الحيوي ومنسق اتفاقية CBD. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح الورد كمان مثل ما وجودكم. سهلا فيك. اليوم المؤتمر يلي صار تحت عنوان السوسن الدمشقية يوم 5 و6 حزيران، خلينا نحكي هيك تفاصيل أكثر وأوفى التفاصيل بأول فقرتنا. تمام. هلا المؤتمر البيئي هو انعقد باسم السوسن الدمشقي مع لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي. طبعا هو بالاحتفال بالمئوية جامعة دمشق ضمن هالإطار هذا، إضافي أنه اهتمام كلية العلوم من خلال جامعة دمشق بالتنمية المستدامة، إضافي أنه ترافق مع اليوم البيئة العالمي اللي هو بيصادف بكل سنة 5 حزيران، ويوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي هو 22 أيار. فحبينا نجمع كل هالفعاليات والاحتفالات البيئية ونحتفل من خلال رمزية، يعني أنا السوسن الدمشقي هو رمزية للمؤتمر للاحتفال بكل هالفعاليات البيئية. ليش السوسن الدمشقي؟ لأنه هذا النوع بالذات هو فريد من نوعه. الفرادة إجت أنه هو الوحيد الموجود بالعالم بجبل قاسيون بسوريا فقط، وفي منه فقط 150 فرد يعني نبتة من السوسن الدمشقي موجودة على السفوح الشرقية لجبل قاسيون على ارتفاع 1200 متر. فهي ما أنا الأولى تسليط الضوء على السوسن الدمشقي، يعني في ناس سبقونا، ولكن
من 2016 لهلا الاي او سي ان هو الاتحاد الدولي لصون الطبيعه قالت انه باقي 150 فرد ولحد الان ما في تدابير لحفظه داخل الموقع وخارج الموقع. حبينا نعيد القلق لهالنباتات، نربطه باسم سوريا اللي هو مترافق مع الياسمين الدمشقي اللي مرتبط بعبق البيوت الدمشقية القديمة، مرتبط برمزية أخرى هي الوردة الدمشقية اللي هي سفيرتنا إلى العالم من خلال وجودها على قائمة اليونسكو للتراث اللامادي وارتباطها بالممارسات التقليدية لسكانها. فحبينا نضيف رمز آخر لسوريا من خلال فرادة هذا النوع كونه مهدد بالانقراض وهو الوحيد في العالم الموجود في سوريا. هاي الرمزية الأولى لتسليط الضوء على الأنواع المهددة بالانقراض. يعني نحن كان الغاية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال السوسن الدمشقي. الجزء الثاني اللي هو معنى لصون هويتنا وتراثنا الطبيعي كانت الغاية منا هو تسليط الضوء على المعارف التقليدية للسكان المرتبطة بالنباتات. يعني احنا عندنا جداتنا عندها هالمعارف التقليدية سواء استخداماتها الطبية، استخداماتها لصباغة مثلا الأنسجة للكساء إلى آخره. حبينا نصون هالمعارف التقليدية من خلال إنشاء قاعدة بيانات. يعني احنا أطلقنا المؤتمر لحتى نحافظ على جزئيتين مرتبطة بهوية سوريا، النباتات المهددة بالانقراض الحاملة للهوية السورية يعني مثل آيرس دماسينا اللاحقة هي عبارة عن دماسينا اللي هي دمشق وكل الأنواع المهددة بالانقراض الحاملة اللاحقة السورية. اثنين المحافظة على المعارف التقليدية اللي هي كمان معرضة للاندثار. يعني ضويتينا دكتورة على تفاصيل كتير مهمة كانت موجودة ضمن المؤتمر. إذن رافق المؤتمر معرض بيئي بقاعة رضا سعيد، خبرينا أكثر عن هذا المعرض، عن الشيء اللي تضمنه، عن المشاركين، خبرينا أكثر. تمام. هلا المعرض البيئي مثل ما حكيت حضرتك هو كان موجود بقاعة رضا سعيد، تضمن عدة أقسام. كان في عنا أقسامنا الموجود بكلية العلوم، قسم علم الحياة النباتية كان في العينات المعشبية، قسم العلوم البيئية وعلم الحياة النباتية والقسم علم الحيوان كانوا موجودين معنا، قسم التقاني الحيوية الهيئة العامة للتقاني الحيوية كمان شاركت من خلال عدة عينات وصور وبوسترات إلى. في عنا منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اللي انعقد المؤتمر بالتعاون معه ومع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كمان كانت موجودة بجناح كبير ضمت عينات للبذور المتحملة للجفاف واللي هي أحد الحلول المستدامة للتحديات البيئية وتغير المناخ. ضمت إضافة لذلك بوسترات علمية لطلاب ودكاترة من كافة الجامعات، خلينا نقول من كافة الجهات المعنية بالبيئة. كان عندنا من كلية البعث، الحلب، الآداب، كان في عندنا بوسترات ترويجية لبعض الشركات، خلينا نقول مثل عندنا مؤسسة بيوشام كانت موجودة، بيوغار، كل هدول كانوا موجودين بالمعرض البيئي لحتى يسلطوا الضوء على كل ما يتعلق بالبيئة والمنتجات الطبيعية اللي بتلامس أو خلينا نقول هي من خدمات التنوع البيولوجي بتقدمها يعني للإنسان. بالنسبة للجهات اللي كانت مشاركة كانت الحمد لله كانت جهات كتير عديدة، في شيء من داخل سوريا وفي شيء من خارج سوريا. كان عندنا أشقاء أردنيين من جامعة اليرموك وجامعة التكنولوجيا، كان عندنا مشاركة من لبنان من الجامعة الأمريكية، إضافة إلى الجهات المعنية بالبيئة، كل الوزارات كانت موجودة ودعمتنا. في عنا البحوث العلمية الزراعية، البحوث العلمية، في شيء بتعلق بالبحرية، المعهد العالي للبحوث البحرية. ميزت هذا المؤتمر المشاركات الواسعة أعادت القلق لكلية العلوم. نحن معروف أن كلية العلوم هي جاذبة وهي العلوم الأساسية للكليات التطبيقية، ولكن قدرنا من خلال اختيار هالعنوان هذا نجذب كليات الآداب. يعني لأول مرة بكلية العلوم في عنا حدا من الآثار والتاريخ عم يعرض مخطوطات عن السوسن الدمشقي، عم يحكي عن السوسن الدمشقي بالشعر. تمام. طيب دكتورة، أكيد صار في أفكار وتطورات وطلعتوا منها بخطوات لازم تطبق على أرض الواقع وتصير خطوات عملية مثل ما بيقولوا، شو هي أهم التوصيات والأفكار يلي طلعتوا منها من هذا المؤتمر؟ هلأ أنا ضويتي حضرتك على التوصيات. هلأ نحن من خلال تركيزنا على كلام سيد الوطن اللي حكى عن المبادرات الشبابية لازم نحط لها خطط تنفيذية على أرض الواقع،
وضويت خلال المؤتمر انه سيده الياسمين دمشقي والسوسن دمشقي شفاها الله وعافاها انه حكت لنا انه الطموح هو يبدا كبيرا ويستمر كبيرا. لهيك نحن من خلال هالمؤتمر غيرنا النمطيه الموجوده وخرجنا عن المألوف. نحن بدينا بتوصيه قبل ما ينطلق المؤتمر، عملنا خطوات لتوصيه هلا حاحكي لكم عنها. شكلنا وحده اسمها وحده صون وتوثيق التراث الطبيعي بقسم علم الحياه النباتيه بكليه العلوم. اطلقنا مشروع بحثي لصون وتوثيق المعارف التقليديه المتعلقه بالنباتات، واخر شيء عملنا جوله حقليه الى جبل قاسيون لنتاكد هل الاحصاءات اللي حطتها الاي يو سي ان هل هي حقيقيه، هل زاد او نقص السوسن الدمشقي. فتبين انه لساتنا محافظين على 150 فرد موجود على السفح الشرقي لجبل قاسيون. التوصيه اللي هي اساس المؤتمر خلينا نقول هو تشكيل فريق السوسن الدمشقي اللي هو بيضم قامات علميه موجوده بكليه العلوم وخارج كليه العلوم، كليه الزراعه وكليه الصيدله. مهمة هالفريق هذا الفريق السوسن الدمشقي هو إنشاء مركز للبحوث العلمية للتاريخ الطبيعي. هالمركز إن شاء الله اللي هو حصل على دعم من عدة وزارات وجهات معنية بالبيئة، مهمته إنشاء معشى بوطنية، حديقة بيئية للأنواع المهددة بالانقراض، قسم خاص للأسماك والفقاريات واللافقاريات والمستحاثات، مجلة خاصة بالتراث الطبيعي، قاعدة بيانات للمعارف التقليدية، وأهم شيء بالنسبة إلي متحف للتاريخ الطبيعي. لأنه لحد الآن للأسف سوريا ما عندها متحف للتاريخ الطبيعي. يعني بتستاهل سوريا بتاريخها العريق وكونها أقدم عاصمة مأهولة يكون في عنا متحف خاص بالتاريخ الطبيعي. تمام، يعني هي المحاور اللي كانت موجودة ضمن المؤتمر، شو هي الخطوات أو الخطط اللي اليوم عم تسعوا إلى من خلال هذا المؤتمر لتحويل هي المحاور يمكن لخطوات عملية إن كان بالتعاون مع الوزارات أو المديريات المعنية؟ خبينا أكثر. تمام، هلا قلت لك اول شيء نحن رح نحاول نحصل على دعم من كافه الجهات المعنيه لانشاء هالمركز اللي هو باشراف كليه العلوم حيكون وجامعه دمشق، طبعا التابع لوزاره التعليم العالي. دعم لهالمركز وانشائه. اثنين، انشاء منصه خاصه بكل المهتمين والمعنيين بالبيئه والتنوع البيولوجي، وانشاء قاعده بيانات. هدول اللي عم رح نحاول ان خلال السنوات القادمه وباقرب فرصه انه نطبقهم على ارض الواقع لحتى نجذب كافه المهتمين والباحثين على المهتمين بالشان البيئي سواء بسوريا او خارج سوريا، يكون في عندنا ناس معنيين بالشان البيئي وعم يحاولوا يعني يطبقوا شيء على ارض الواقع من مخرجات المؤتمر. اليوم دكتوره صار في دمج بين المعرض البيئي ومؤتمر السوسن الدمشقيه يلي رافقه بمعرض رضا سعيد، خلينا نحكي اكثر او نضوي اكثر على هذا المعرض. مثل ما حكيت لحضرتك، المعرض البيئي كان عم يضم عينات من كافه الاقسام الموجوده بكليه العلوم، قسم علم الحياه النباتيه وقسم العلوم البيئيه، قسم علم الحياه الحيوانيه، ضمت معاشب. المعشب النباتيه هي عباره عن تجفيف للعينات النباتيه، في عندنا عينات من عام 1956، لهيك عم نطلق ونناشد انه من خلال المركز يكون في عندنا معشب وطنيه بتضم المعشب الموجوده بقسم علم الحياه النباتيه اضافه الى المعاشب الموجوده بكافه الجهات المعنيه. الموجود عندها معاشب خاصه ممكن تكون رديف لنا ونحطها ضمن المعشب الوطنيه. في عندنا بالتقانه الحيويه كان عندها عينات ايضا، في عندنا بمنظمه اكساد عينات للبذور وبوسترات خاصه بانشطه في المنطقه وفي سوريا بشكل خاص، شو هي عملت على ارض الواقع لحتى تكافح وحتى تجابه التحديات البيئيه الثلاثيه اللي هي فقد التنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخيه. فالمعرض البيئي كان كثير يلامس المحاور اللي احنا حكينا عنها، سواء كانت التنوع البيولوجي والتنميه المستدامه او الانواع المهدده بالانقراض او التراث الطبيعي او الحلول المستدامه لهالتحديات البيئيه. فهن كانوا متزامنين ومترافقين وكثير يعني ملامسين للمحاور، اثنيناتهم عم يكملوا بعضهم. تمام، خلينا نحكي دكتورة عن الحضور، لاحظنا انه كان في حضور
كثير كبير اليوم ضمن المؤتمر باختلاف الاختصاصات واختلاف المشاركين، ولكن إذا بدنا ندقق اليوم ونحكي عن طلاب الجامعات اليوم حضورهم بهيك مؤتمرات قد ايه بتساهم بتبادل الخبرات والمعارف، خصوصا إن احنا بنعرف اليوم جامعة دمشق هي على دوام عديد من المؤتمرات اللي تقام وحضور أكيد لطلاب الجامعات. تمام، هلا مثل ما حكيتي حضرتك إنه كان فعلا حضور لافت لأول مرة من ضمن الوزارات كافة المعنية بالبيئة. كان في عنا وزارة التعليم العالي طبعا اللي هي المظلة اللي ترعانا ومحتمي فيها وتحتها ومنظومه تحتها، في كان عنا وزارة الزراعة، في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كانت عنا وزارة الثقافة لأن في جزء خاص بالتراث اللامادي كان موجود فيها، منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، في عنا من الأردن في كان عنا الرائد اللي هي شبكة التنمية. هذا بالنسبة للحضور، إضافة للأمانة السورية للتنمية كمان كان داعم لنا بهالمؤتمر هذا. الحضور الرسمي أكيد لافت، الحضور الطلابي كمان كان كتير موجود من كافة إن التخصصات، سواء كان كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الآثار، السياحة، من كل هالجهات كانت موجودة. لهيك حكينا إنه أعدنا الألق لكلية العلوم خلال هالحضور اللافت. طبعا الغاية من المؤتمر بالنهاية هو زيادة الوعي البيئي، يعني نحن عم نحاول من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي أحد أهم الأهداف اللي تنصب بالوعي المجتمعي والوعي البيئي، حاولنا نطبقه من خلال هذا المؤتمر، يعني جذبنا كافة الجهات المعنية لحتى نزيد الوعي البيئي. كان في عنا حضور لوزارة التربية لحتى نقول إنه نحن لازم يكون في عنا وعي بيئي من الصغر حتى مراحل عمرية متقدمة. أكيد مطلوب كمان كتير اليوم الوعي البيئي أكيد لكثرة السلامة والصحة. نتشكر حضورك معنا دكتورة وشرفتنا، أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية وشكرا جميعكم. شكرا لك دكتورة أحلام ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق بمؤتمراتكم العلمية القادمة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. شكرا. أهلا وسهلا. أما هلأ مشاهدينا صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار لحتى نتعرف على أهم وأحدث الأحداث السياسية على الصعيد العربي والمحلي والعالمي مع زميلتي علا أبو خضر. صباح الخير علا. شكرا عفاف ويسعد صباحكم. مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. استشهد أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن قوات الاحتلال دمرت 70% من المباني في غزة منذ بداية عدوانها على غزة قبل 8 أشهر. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في حي النصر شمالي مدينة رفح. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط مدينة غزة دون ورود أنباء عن شهداء أو جرحى. من جانب آخر تواصل المقاومة الفلسطينية خوضها اشتباكات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، حيث تركزت المعارك في محاور القتال في رفح جنوبي القطاع وفي نتساريم جنوبي مدينة غزة. وأعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في محاور التقدم في مدينة رفح. وأكدت السرايا استهدافها موقع كيسوفيم العسكري الإسرائيلي شرقي المنطقة الوسطى في قطاع غزة برشقة صاروخية. وتبنت السرايا قنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوبي تل الهوى في مدينة غزة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى بدورها خوضها اشتباكات ضارية ضد جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم في مخيم الشابورة في مدينة رفح، حيث استهدفت أيضا حشود الاحتلال بقذائف الهاون. وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن وحدتها المدفعية دكت قوات الاحتلال المتموضعة شرقي رفح وفي منطقة تل زعرب بقذائف الهاون الثقيلة.
زفت المقاومة اللبنانية اليوم الأربعاء ثلثا من الشهداء الذين ارتقوا في استهداف إسرائيلي معاد على بلدة جوية الجنوبية. وبين الشهداء أو بين الشهداء القائد طالب سامي عبد الله الحاج من بلدة عتشيد في جنوب لبنان، وآخر من بلدة حداثة الجنوبية. كما زفت المقاومة شهيدا آخر من بلدة جوية ورابعا من مدينة بنت جبيل في الجنوب. جاء ذلك في استهداف منزل في بلدة جوية بغارة إسرائيلية أدت أيضا إلى وقوع عدد من الإصابات. في خبرنا الأخير، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لفصائل المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن واشنطن تلقت الرد الذي سلمته المقاومة للوسطاء ونحن ندرسه راهنا، مضيفا أنه من المفيد تلقي هذا الرد لتقييمه. وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة تسليم الوسطاء ردهما على مقترح بايدن للهدنة في غزة. وقال بيان مشترك إن الرد يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام، مضيفا أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية. وصلنا إلى ختام الموجز، والآن عودة إليك عفاف. شكرا لك علا، ويسعد صباحك مرة ثانية. أما نحن مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا ومساحتنا الثانية خصصناها لحتى تكون كلها علم ومعرفة وتطور برحاب مدرسة أوغاريت الافتراضية يلي دائما أفكارها متجددة ومتطورة أيضا لتعليم الطلاب الشهادتين الإعدادي والثانوي. واليوم أكيد بختام كل تجربة لحتى تحصل على النجاح لازم هي التجربة تنحط تحت تقييم وتتقيم بشكل صح، وخصوصا اليوم بنهاية الامتحانات للطلاب الإعدادية والثانوية. يا هايدي صحيح يا عفاف، لأنه احنا دائما بنحاول نسلط الضوء على كل المواضيع اللي بتهم طلابنا بالمدارس. مدرسة أوغاريت الافتراضية من أوائل المدارس الافتراضية السورية. أي شخص حابب يكمل تعليمه إن كان برا البلد فهو قادر، لكن شو هي الشروط وشو هي الأعمار وشو هي الفئات التعليمية، كيف ممكن نسجل، وشو واقع الامتحانات للشهادات الأساسية والثانوية؟ تفاصيل كتير مهمة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم اللي صار معنا ضمن الاستوديو، الدكتور علي المهوس رئيس مجلس إدارة مدرسة أوغاريت الافتراضية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذة وعلى متابعين برنامج صباحنا غير. أهلا وسهلا فيك. اليوم ما يمكن اليوم الأخير للامتحانات بمدرسة أوغاريت الافتراضية، خلينا نحكي هيك شوية تفاصيل عن آلية تقديم الامتحانات، كيف كانت الأجواء؟ عم يطلعوا عم يبكوا شيء؟ والله اليوم هو آخر يوم في تقديم تحصل شهادة التاسع. طبعا البكالوريا أبنائنا في البكالوريا عنده العلمي باقي لهم بكرة فحص الأخير. تمام. ونكون بهيك سكرنا العام الدراسي لعام 2023-2024. طبعا لا احد ينكر نحن هذا الموضوع يشغل كل الشارع السوري، الفحص والامتحانات والتقديم والطلاب. كانت هذه السنه الامتحانات صراحه لم تكن سهله، كانت شوي معقده، فيها بعض الصعوبات قد قصدها المشرع في وزاره التربيه او لم يقصدها، ولكن في الاول وفي الاخير هم في وزاره التربيه ياتون بالامتحان من ضمن المنهاج السوري اللي موجود لدى الطلاب، وعلى الطالب أن يكد ويتعب ويرى بنفسه الصعوبات ثم يتحسسها ثم يحفظها ويقدمها بشكل جميل وصريح. نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية اختلفت لدينا هذا العام الامتحانات، واختلف لدينا الفحص التاسع أو البكالوريا، فقد جاء طلابنا من بلاد الاقتراب إلى الجمهورية العربية السورية إلى الوطن عبر ناقل وطني من أجل أن يقدموا فحص التاسع، وهي المرة الثانية في عمر مدرسة أوغاريت الافتراضية أننا نقدم شهادة التاسع والبكالوريا من خلال طلابنا القادمين من بلاد الاقتراب، من كل بلاد الاقتراب في دول الخليج العربي وفي الدول الأوروبية أو الدول الأخرى المجاورة. مدرسة أوغاريت الافتراضية قدمت الكثير لطلابها، حملتهم عبر ناقل وطني إلى الأراضي الجمهورية العربية السورية، أيضا استقبلناه في مطار دمشق الدولي،
قدمنا لهم الورود حتى نخفف من الضغط النفسي لهذه المرحلة التي يمر فيها الطالب والتي مررنا بها جميعا وتذكرونها جيدا ولن تغيب عن البال. أيضا استقبلناهم في أحد فنادق العاصمة دمشق، قمنا بتقديم واجب الضيافة لهم واستضفناهم في هذا الأوتيل من أجل راحتهم وأن يكونوا قريبين من مكان ومراكز الامتحان، والحمد لله رب العالمين يعني وفقنا في هذه الخطوة. طلابنا يذهبون إلى الفحص، يقدمون فحصهم بكل سلاسة، أيضا هم لديهم أيضا جلسات امتحانية مكثفة تقدمها مدرسة أوغيريت الافتراضية لكل من أراد أن يلتحق بها من أجل تعزيز معلوماته والاطلاع عليها مرة أخرى وتسكيرها بالشكل الصحيح. يعني شيء كثير حلو وكثير مهم اليوم انه المنهاج السوري عم يوصل لبرا البلد. خبرنا اكثر دكتور علي، بما انه عم نركز على الشهادات الاساسيه والثانويه، كيف تم التحضير اليوم لهم قبل الامتحانات؟ كيف تم استعداداتهم؟ خبرنا اكثر عن تفاصيل عن هي المدرسه وعن العمليه التعليميه. طبعا نحن في مدرسه أوغيريت الافتراضيه نستضيف الطلبه لدينا في جلسات مكثفه من قبل معلميهم الذين كانوا يرونهم عبر الأونلاين، هم اليوم يرونهم على الواقع على الطبيعة فيس تو فيس على قولتهم وجها لوجه، يأخذون منهم المعلومة وينهلون منهم المعلومة من خلال المكان الحضوري في المدرسة. يتم التجهيز قبل كل فحص بجلسات مكثفة، جلسة أو جلستين لهؤلاء الطلاب. طبعا كونهم في بلاد الاقتراب ويجهلون طريقة الفحص في الجمهورية العربية السورية، نحن نقدم لهم نماذج من ورقة الأسئلة ونماذج من ورقة الأجوبة وكيفية التعامل معها وكيفية الالتزام بالقانون بوضع الهوية على الطاولة وكيفية الانتباه إلى مراقب القاعة، أيضا تكثيف العمل وتكثيف المعلومات لهم واستنهاضها لديهم من خلال معلميهم من أجل أن يذهبوا إلى الفحص وهم بحالة نفسية مهيئين جدا. ونحن نعلم أن الحالة النفسية مهمة جدا في هذه اللحظة وفي هذه الظروف. طبعا دكتور علي، اليوم أي تجربة بدها تتكلل بالنجاح لازم يتم في إلى تقييم، وهذا التقييم بمدرسة أوغيريت الافتراضية اليوم كيف كان عم يتم من خلال تجربتكم؟ طبعا نحن في مدرسة أوغيريت الافتراضية حرصنا أن نقدم جودة العلم. جودة العلم كانت بحصولنا على شهادة الآيزو 9001 من المؤسسة الدولية المانحة لهذه الشهادة وهي فرع دمشق. استطعنا أيضا من خلال هذه الشهادة أن ندرب طاقمنا التعليمي وطاقمنا الإداري على إدارة ضبط الجودة في العملية التعليمية والعملية الإدارية لمدرسة أوغيريت الافتراضية. كل هذا الشيء نقوم به من أجل تقديم خدمة أفضل وخدمة تكون مناسبة يستطيع الطالب أن يتلقاها بشكل سليم وجميل وبمعايير دولية. نحن في سوريا دائما نرقى إلى العالمية، والمدارس الافتراضية السورية هي مدارس تخطت حدود الوطن وأصبحت عالمية، ولا سيما اليوم في مدرسة أوغيريت أو أي مدرسة افتراضية أو أي مؤسسة سورية تخرج خارج حدود الوطن أن تكون ضمن أدوات وقواعد ضبط الجودة العالمية حتى تقدم نموذجا للمؤسسة السورية الناجحة في بلاد الاقتراب. أكيد يعطيكم ألف عافية، جهود كثير مهمة اليوم ومساعدة لطلابنا بالمدارس ولا سيما المدرسة الافتراضية. خبرنا أكثر دكتور علي عن المدرسة، اليوم فيها منهاج فئة بي، خبرنا أكثر عن المنهاج، عن الشروط، عن كيفية اليوم التسجيل بهذا المنهاج. طبعا التعلم الافتراضي، لماذا التعلم الافتراضي؟ لماذا اطلقت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية هذا المنهج وهذا النمط من انواع التعلم؟ الدولة السورية هي دولة حريصة على مواطنيها سواء كانوا في الوطن او كانوا في دول الاقتراب. تقرب المواطن السوري وخرج من وطنه بظروف غير عادية، منهم خرج حتى لم ياخذ معه اي ثبوتيات او اي اوراق، وكان الهدف هو النجاة بارواحهم من نتيجة هذه الحرب الشعواء التي كانت على وطني وعلى أبناء وطني. عند خروجهم كان هناك الكثير من أبناء الجالية السورية لا يحملون أي أوراق ثبوتية في بلد الاقتراب، الأمر الذي أدى بهم إلى العزوف عن التعليم، لأن في دول الاقتراب يجب أن يكون لديك أوراق ثبوتية كاملة حتى تستطيع أن تكمل العملية التعليمية. وزارة التربية السورية رأت هذا المكان ورأت هذا العدد الكبير من أبنائنا في دول الاقتراب،
فأرادت أن تنير وتبعث شعاع النور مرة أخرى من سوريا من دمشق إلى كل من أراد أن يلتحق بهذا الركب مرة أخرى، حتى لا يكون هناك مواطن سوري سواء كان في الاقتراب أو في داخل الوطن بعيد عن العلم. نحن السوريين نستطيع أن نستغني عن الأكل عن الشرب، ولكن لا نستطيع أن نستغني عن التعلم لأننا بلد الحضارات وبلد العلم وبلد التعلم. التعلم الافتراضي أو مثل ما حضرتك سألتيني هو يعني تعلم يتبع منهج السوري. في ظل هذه الظروف التي تحدثنا عنها كان هناك بعض الطلاب الذين انقطعوا قصرا عن التعلم فأصبحت أعمارهم تفوق أعمار سن التقدم اللي هو 6 سنوات. هنا أيضا رأى المشرع السوري في وزارة التربية السورية أن يكون لهؤلاء الطلاب نصيب، ولكن بطريقة أخرى، أن يدمج كل صفين بصف واحد دراسي ويقدم بذلك شهادة معتمدة لدى كل دول العالم أن هذا الطالب درس الصف الأول والثاني بشهادة واحدة إلى أن يلحق بأترابه من الطلاب الآخرين فيصبح بنفس مستواهم، ثم يستطيع أن يكمل عمليته التربوية التعليمية وتحصيله العلمي بنفس الوتيرة التي يقدمها الطلاب العاديين. فكان منهاج فئة بي صراحة منهاج مكثف لطلابنا، وكان فكرة ناجحة عظيمة جدا تحسب لوزارة التربية السورية أنها أنشأتها من أجل أن لا ينقطع الطالب السوري ولا يكون هناك تخلف بين الفارق العمر والفارق التحصيل التعليمي. دائما عم تخرجوا بأفكار رائدة دكتور علي، ودائما في تطور بالأفكار والأشياء اللي عم تقدمها مدرسة أوغاريت الافتراضية. اليوم كيف عم تسعوا لهذا التطوير وشو في تطورات لسه قادمة أكثر؟ سيدتي، نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية وضعنا نصب عيوننا أهداف ثلاثة عم نشتغل عليها في كل اللحظات. هدفنا الأول تربوي ثم وطني ثم إنساني. نحن لا ندرس فقط المنهاج السوري، نحن ندرس التربية الوطنية السورية، نحن نربي الطالب المغترب السوري خارج وطنه على الوطنية. كل معلمينا عندما يقدم الدرس في لطلابهم في الخلفية ترينا العلم السوري دائما، فهذا يصنع عند الطالب ردة فعل أن هذا العلم هو علم وطنه وأن هذه الدولة دولته السورية وأنه عم يتعلم من منهاج سوري خالص. هذا الشيء يعني أتاح لطالبنا في بلد الاقتراب أن يلتصق ويعود إلى وطنه. نحن لم يؤذينا البعيد أكثر ما أذانا ابن الوطن الذي خرج علينا، خرج إما لجهل وإما لقلة معلومة. فاليوم نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية نمشي في هذا النهج وهذا الهدف ونحاول تحقيقه على الواقع من خلال مشاركات كثيرة تقوم بها مدرسة أوغاريت الافتراضية، مثلا مشاركة أبنائنا مع أبناء شهداء الوطن مع مدارس أبناء الشهداء. كان هناك دمج وصداقة وزمالة بحيث يلتقي الطلاب أبناء الشهداء مع طلابنا في بلاد الاقتراب. هؤلاء يشرحون ظروفهم، ظروف استشهاد آبائهم وأهليهم، وهؤلاء يستمعون إلى هؤلاء ويعرفون ويقدرون معنى الشهادة ومعنى الوطنية التي قدمت فيها أرواح من أجل أن يبقى وطنهم عزيزا سالما. أيضا هناك رسالة إنسانية تقدمها مدرسة أوغاريت الافتراضية. كلنا نعلم في بلاد الاقتراب القيمة المادية للتعلم غالية جدا وعالية التكاليف، ونحن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى نحن شعب ولاد، شعب معطاء، دائما لدينا أطفال ولدينا تجدد في حياة الأطفال. مدرسة أوغاريت راعت في هذا الجانب المادي، ففي ظل طالب واحد يستطيع أبوه أن يسجله في مدرسة خارج القطر يعني في بلد الاقتراب، يستطيع في مدرسة أوغاريت بهذه التكلفة وبهذا القسط يستطيع أن يسجل 5 طلاب. هذا العمل ليس يعني في البداية ليس هو مضمون ربحي، ولكن الربح في هذا العمل أن تعزز في طالبك في بلد الاقتراب روح الوطنية كما تمناها علينا السيد الرئيس في أحد لقاءاتنا معه بال 2016 عندما تمنى علينا أن نربط الطفل المغترب السوري بوطنه. وليس هناك أفضل من العلم وليس هناك أفضل من المنهاج السوري أن يربط به هذا الطالب. صحيح. اليوم دكتور يمكن في كتير لغط من بعض الناس عن المدرسة الافتراضية السورية اليوم، هل الشهادات اللي عم تقدم اليوم لطلاب الشهادات الأساسية والثانوية هل هي معتمدة؟ خبرنا أكثر تفاصيل. بالنسبة للشهادات الأساسية هي شهادات نحن كما رأيتم وكما سألتمنا في بداية اللقاء طلابنا أتوا إلى هنا إلى القطر ويقدمون مثلهم مثل أي طالب في أي مدرسة سورية.
عندما يقدم بطاقة الامتحان هو ليس مكتوب على بطاقته سواء افتراضي وغير افتراضي، هو الآن هو طالب عربي سوري عم يقدم فحصه مثل كل الطلاب، وعندما تخرج شهادة التعليم الأساسي سواء التاسع أو البكالوريا تخرج مثله مثل أي طالب مقيم في الجمهورية العربية السورية، وبذلك يستطيع هذا الطالب الحصول على المفاضلة في البكالوريا التي تقدمها الجمهورية العربية السورية لطلاب الوطن الموجودين في البلد، فهو مثلهم يعني على قولتنا بالعامية سعره بسعره. بالنسبة للطلاب الفصول الانتقالية أو الصفوف الانتقالية يعني هم طلاب يدرسون يتعلمون يقدمون فحص، هذا الفحص وهذا الاختبار له قاعدة بيانات وديكمانس موجود لدى وزارة التربية السورية تستطيع الاطلاع عليها وتحليلها ومن ثم منح شهادات سورية مصدقة من قبل وزارة التربية السورية ومصدقة من قبل وزارة الخارجية السورية تحمل الصفة الرسمية لهذه الجلاء ولهذه الشهادة، يستطيع الطالب من خلالها أن يقول أنا طالب درست في مدارس الجمهورية العربية السورية سواء كان على الأونلاين أو في أرض الوطن. أتحنا هذه الفرصة للجميع من أجل أن يكون هناك طالب سوري متعلم نستطيع تقديمه للعالم أنه إنسان مثقف وإنسان حضاري. بما أنه الفرصة متاحة اليوم دكتور علي لكل الطلبة اللي بدهم يسجلوا بمدرسة أوغاريت الافتراضية، اليوم شو هي الشروط يلي لازم تكون موجودة عند هدول الطلاب وشو هي آلية التسجيل وكيف بيتواصلوا مع المدرسة لحتى يسجلوا؟ طبعا سؤال قصير ولكن بيجاب عليه طويل جدا، ولكن نختصرها في عدة بنود لأنه بالضبط. لازم كل بنت نختصرها. طبعا نحن مدرسة سورية عادية نتبع في التعليمات لتعليمات وزارة التربية السورية تمام. بكل شيء إلا مثل ما قلنا هي الفئة بي هي التي نتميز فيها، أن هناك طلاب يستطيعون الدخول عبر الفئة بي ولكن من خلال سبر معلومات تقوم به المدرسة من خلال لجنة اختبارية تشكلها المدرسة وتوافق عليها وزارة التربية السورية، نقوم بفحص هذا الطالب وتحديد حجم المعلومات التي لديه ثم نقرر بأي صف سوف يكون، هذا لمن لا يحمل أي أوراق تخص التعلم. نعم هذا شرط أساسي حتى يقبل في يعني ما فينا نحط طالب صف سادس ولا يستطيع القراءة والكتابة. نحن حريصين جدا على هذه النقطة. من يحمل أوراق ثبوتية أوراق رسمية تخص انتقاله من إلى هذا أمر سهل ومعروف لدينا. من يحق له أن يدرس في مدرسة أوغاريت الافتراضية؟ كل مواطن عربي سوري أقام في دول الاقتراب يحق له أن يدرس في هذه المدرسة، لا يعني في بلد الاقتراب قد لا يستطيع أن يسجل هذا الطالب في وزارة التربية أو في المدرسة اللي في بلد الاقتراب ولكن في سوريا إن لم يكن يحمل إقامة، ولكن عندنا في مدرسة أوغاريت الافتراضية يستطيع أن يسجل بما أنه شيء يثبت أنه مواطن عربي سوري، هذا الشرط الوحيد اللي إحنا بدنا إياه، ومن ثم الباقي من الشروط هي كما حددته وزارة التربية السورية، يستطيع هذا الطالب إن كان في بداية مقتبل عمره أن يدرس في الصف الأول ثم يتدرج، وإن كان من الصفوف من المدارس التي انتقل إليها انتقالا إلى مدرستنا أيضا هناك أوراق ثبوتية مطلوبة منه، ولكن على المطلق كل شيء متاح وكل شيء سهل وكل شيء يدعو الطالب السوري المغترب إلى أن ينضم إلى هذا الركب التعلم الافتراضي سواء أوغاريت ولا أي مدرسة أخرى، وأن يكون إنسان ناجح في الحياة ليس متخلفا عنها وليس منقطع عن التعليم فيها. واليوم يمكن كثير مهم انه تكون المدرسه داعمه لطلابها ولا سيما الطلاب المميزين والمبدعين، واليوم بنسمع انه ضمن المدرسه عم بيكون في مجموعه من الانشطه والفعاليات اللي عم تكون داعمه للطلاب اللي عندهم مواهب، خبرنا اكثر عن اهميه هي الانشطه كل قديش تقام واهميتها بالنسبه للطلاب. صحيح استاذتي الفاضله، نحن في مدرسه أوغاريت الافتراضيه والحمد لله لدينا طلاب هذا العام يعني عندما وزعت الجلاءات حصلوا على نسبة 99.5 يعني وهذه نسبة عالية جدا، وهناك طلاب في المرحلة الابتدائية حصلوا على العلامات الكاملة، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الخطة التعليمية التي وضعتها المدرسة من خلال معلميها وإداريها. اليوم أيضا نحن في مدرسة أوغاريت الافتراضية فترة الصيف طويلة وكبيرة، يستطيع الطالب السوري في بلاد الاغتراب أن يلتحق بالأندية الصيفية وبالمشاركات التي تقدمها مدرسة أوغاريت لطلابها حصرا، يستطيع أن يقوي أيضا معلوماته ويستطيع أن يطور أداءه من خلال النادي الصيفي التي تقيمه المدرسة لاستقطاب طلابها خلال فترة الصيف. يعني فترة الصيف فترة مملة في بلاد الاغتراب يعني ما فيها شغل ما في روحة ولا جية، فيستطيع الطالب من خلال هذا يعني تقديم يومين في الأسبوع ليس بعمل كبير، يعني يستطيع الطالب تطوير مهاراته من حيث القراءة من حيث المهارات الشعرية
أو المهارات الرياضيات أو المهارات في عملية الرسم والموسيقى. لا يستغرب البعض أننا في مدرسة أوغيرة الافتراضية لدينا تربية موسيقية، ويستطيع الطلاب أن يقدموا يعني معزوفات من خلال تعلمهم عبر الأونلاين، معزوفات تخص مثلا الموسيقى وإيقاعاتها، ومعزوفات موسيقية في الصولو بشكل كامل كأنهم عم يتعلموا أمام المعلمين. بنهاية فقرتنا معك دكتور علي، خلينا هيك نطلع بأهم النتائج، وأكيد هلأ بنهاية العام كمان أكيد في تحضيرات قادمة للعام الجديد، خلينا هيك شو عم تفكروا تطوروا بالعام القادم أو شو في إضافات لعند المدرسة؟ يعني بالنسبة للعام القادم إن شاء الله نستطيع نحن اليوم أن نقبل عدد أكبر من الطلاب، نستطيع أيضا في العام القادم أن ندعو أبنائنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانضمام إلى المدارس الافتراضية بشكل عام. نحن في مدرسة أوغيريت الافتراضية نقدم للإخوة، مجموع الأخوة يعني، بحيث أننا رحنا على رسالتنا الإنسانية، نقدم لهم خصم خاص بهم يستطيعون من خلاله أن يعني يتقدموا إلى المدرسة بدون أي عبء مادي كبير عليهم. أيضا يستطيع الملتحق بمدرسة أوغيريت الافتراضية أن يجعل القسط السنوي لهذه المدرسة ولهذا التعلم بشكل أقساط مبسطة، يعني ليس هو ملزم أن يدفع القسط كاملا، يستطيع أن يدفعه على 4 دفعات أو 5 دفعات، بحيث أنا لا أضايق ولي الأمر ولا أسبب له أي ضغط مادي، حتى أستطيع أن أجذب هذا الطالب الذي لدي وأعلمه بالطريقة التي أنا أرقب أن يلتحق بها، ومن ثم سوف أتحصل على أموالي، يعني ما في أي مشكلة عندي. يعني أشياء كثيرة قدمتها مدرسة أوغيريت من أجل استقطاب طلابنا في بلاد الاغتراب، حتى لا يكون هناك أحد منقطع ولا يتحجج أحد بحجة أننا في سوريا أهملنا طالبنا وأهملنا مواطنينا حتى لو كانوا في بلاد الاغتراب. أكيد. بالختام شكرا لك دكتور علي ولكل الكادر التعليمي الموجود ضمن مدرسة الافتراضية السورية، أهلا وسهلا فيك. على رأسي، وأشكركم أنا أيضا، وصباحنا غير دائما كنا نحن موجودين فيه وكنا عم نقدم أفكارنا وننطلق من خلال هذا المكان ومن خلال هذا الاستديو لكل بلاد العالم. شكرا لكم مرة ثانية. للتوضيح دكتور، اليوم كل الأطفال يلي المؤهلين للتسجيل بمدرسة أوغيريت الافتراضية بيقدروا يسجلوا فيها حتى لو ما كانوا عم يعانوا من أي، إذا ما هم خارج سوريا أو بمناطق بعيدة؟ لا، هي للتوضيح، هي المدارس الافتراضية أنشئت من أجل بلاد الاغتراب ومن أجل من تقطعت بهم السبل في مناطق شرق الفرات والتي لا تسيطر عليها الدولية في سوريا في الوقت الحاضر، الذين أبوا ورفضوا المناهج الأخرى وأرادوا أن يلتحقوا بالركب وبالمنهج السوري. شكرا لك دكتور علي أكيد، ونتمنى المزيد من التألق والنجاح لمدرسة أوغيريت. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا. نحن مشاهدينا مكملين معكم، ورح ننتقل لأولى تقاريرنا لليوم بدمشق وأنشطة جمعية الشباب الخيرية وفعالية للأطفال الأيتام المسجلين بالجمعية في صالة درة الشام. تفاصيل أوفى مع زميلتنا رشا خطوط. الحقيقة أنه الجمعية الخيرية، المؤسسة الشباب الخيرية، اجوا لعنا عرضوا علينا أنه كيف فينا نحن نساعد، عندهم مناسبة بدهم يفرحوا فيها الأيتام، فسألونا كيف ممكن نحن أنتم تساعدونا بهذا الحدث. فكان في اقتراحات عدة الحقيقة، أنه نعمل أكبر معمول كذا، فقلت لهم لا، لازم كل طفل يروح لبيته علبة لحتى يفرح فيها.
فوصلنا لاخر شيء انه نعمل الشجره اللي حضرتكم شايفينها، شجره عيد الاضحى اللي بتفرح الاطفال. عملنا هاي الفعاليه بتعاون مع حلويات السلطان وباستضافه صاله دره الشام للمناسبات. هي الفعاليه هي حلويات العيد، خلينا نقول شجره حلويات العيد، بتشارك مع اطفال ايتام مسجلين بالمؤسسه، لنقدم الفرحه لهم، لنقدم لهم البسمه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. هاي المبادره عباره عن برج من الحلويات بالتعاون بين مؤسسه شباب وحلويات السلطان. فكنا كثير مبسوطين انه صار التجاوب بسرعه، رحنا نحن كقسم بالمؤسسه انه بدنا نعمل هاي الفعاليه لنفرح الايتام اللي عندنا بالمؤسسه، فقالوا لنا نحن جاهزين، فبالسرعه القصوى فورا صارت، يعني باقل من اسبوع قدرنا نحقق شيء يبسط الاطفال، يبسط عائلات الايتام اللي موجودين معنا هاليوم. احنا جبنا الاطفال لحتى يفرحوا بمناسبه العيد على صاله دريات الشام، ان شاء الله يعني يكونوا مبسوطين ببرج الحلو، وكل عام وانتم بخير. اجينا اليوم مشان نفرح وننبسط مع الخال، يعني مع رفقاتنا ومع اخواتنا، وحبينا اليوم نشكركم لانه جبتونا لهون. بدنا نعمل اكبر برج معمول لهجر المهرج وننبسط نضحك. كل عام وانتم بخير. جايين اليوم عشان نعمل اكبر شجره معمول، وجاي المهرج يعمل لنا العاب حلوه. كل عام وانتم بخير. جايين اليوم نعمل اكبر شجره معمول، وجاي المهرج حتى ننبسط. نحب نشكر جمعيه الشباب الخيريه لانتم جابونا لهون لنتسلى ونلعب، لسه في مهرج جايين نتسلى نحن هون. كتر خيرهم، كل عام وانتم بخير. جايين لهون مشان نمرح يعني قبل العيد، وجايين من هون عن طريق جمعية الشباب الخيرية. جايين نحضر فعالية العيد بجمعية الشباب الخيرية. كل عام وانتم بخير. ومنتقلين إلى مدينة الحسكة، ونظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية مهرجان تراثي في ساحة كلية الحقوق. وتفاصيل أكثر أكيد رح نتابعها ضمن هالتقرير ومع أحمد الحمدوش. تحت عنوان أصالة، نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع مشروع سوا شباب التابع لجمعية المودة الخيرية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، مهرجانا تراثيا في ساحة كلية الحقوق. المهرجان بعنوان أصالة يتحدث عن أهمية التراث المادي في محافظة الجزيرة. الهدف منه هو تذكير الجيل الأجيال السابقة وتعريف الأجيال الجديدة والحالية وفئة الشباب واليافعين بالعديد من القطع التي تتحدث وتشرح وتحكي ماهية تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا كجزيرة سورية. تشاركت مع اتحاد الطلبة في مقتنيات عمرها الزمني أكثر من 100 عام. هذه المقتنيات هي من تراثنا السوري، تراث الجزيرة الفراتية اللي نعتز بهذا التراث الذي يعتبر مدرسة في تاريخه، وهي رسالة إلى أبنائنا إلى الأجيال القادمة أنه في سوريا تراث عريق وعميق يمتد إلى مئات السنين. المهرجان ضم معرضنا
احتوى العديد من المقتنيات التراثية المادية من تراث جزيرة سوريا، يعود تاريخها لأكثر من 100 عام. كان يستخدمها الأهالي في مجالات الدفاع عن النفس والزراعة والتربية الماشية والصناعات الغذائية، إضافة إلى أدوات المنازل والأزياء الفلكلورية. اجتمعنا بجامعة الحقوق كرمال نمثل التراث العالمي، فنحن قدمنا هون مقتنيات كثيرة، منها مادية ومنها لا مادية. فأغلب المقتنيات اللي جبناها يراوح عمرها ما بين 100 سنة وأكثر من ذلك. عندي مقتنيات قديمة فحط يعني تبع أجداد أجدادي، فجبتهم قلت يعني نحيي التراث القديم تبع أجدادنا، فوضعتهم وجو يعني ناس كثار وشافوه وأحيانا التراث. الحضور أكدوا أن المهرجان هو رسالة أصالة ومحبة وفخر بتراث الجزيرة سوريا الذي يشكل جزء مهم من تراث سوري والهوية الوطنية الحضارية للشعب السوري. أحمد الحمدوش لإخبارية سوريا، الحسكة. وأوصلنا معكم لفقرة جديدة من صباحنا، وموضوعنا بهم كل الأشخاص والشباب المقبلين على سوق العمل. اليوم من أكثر الأمور للأسف يلي بتواجه الشباب الجامعي بعد التخرج صعوبة الحصول على فرصة عمل بتناسبهم بمختلف الاختصاصات. بهي الفترة بيكون فيها الطالب أو الشاب بحالة بالضياع والتشتت، إنه أنا شو هي المهارات اللي لازم أكتسبها وشو هي الطرق، وتساؤلات كثيرة يا عفا. أكيد يا هادي، اليوم تساؤلات كثير بتحصل عند الشباب الجامعيين، وممكن يكونوا هنن عم يرتكبوا اخطاء شائعه وعم يركزوا على الجانب النظري بس بدون الاهتمام بالجانب العملي او حتى يسوقوا لنفسهم بطريقه صحيحه. فاكيد ممكن يكون في شويه اخطاء شائعه منهم وتساؤلات كثير حول هذا الموضوع، وبنعرف بهي المرحله قديش هنن بحاجه لحتى يكونوا قادرين على تسويق انفسهم بطريقه صحيحه وحتى يلاقوا فرصتهم بالاختصاصات يلي موجودة عندهم. ولازم هو يكون أكيد متطور أكاديميا ومهنيا وقادر أنه يخوض تجارب عديدة لحتى أنه يلاقي هو الشيء يلي بيحب فيه وأكيد بيحبه. اليوم تساؤلات كتير واستفسارات كتير أيضا مع ضيفنا الاختصاصي بالإدارة وسوق العمل علي نزار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا للاستضافة. صباح الخير علي. شكرا، اهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. علي، عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ولا سيما اليوم يمكن كثير من الشباب مروا بهي المرحله، بيعرفوا قد ايه هي صعبه انه نحصل على فرصه عمل. خلينا بالبدايه نخبر المشاهدين شو هي المهارات الاساسيه او القواعد اللي لازم يكتسبوها الشباب قبل دخول سوق العمل. هلا بدايه نحن عندنا 3 امور اساسيه اللي هي اخلاقيات العمل والالتزام بقانون العمل والبعد عن النظرة المادية. هاي الأمور الثلاثة الأساسية لازم يفهمون أي شخص أو أي شاب مقبل على سوق العمل. ما بعد هاي الأمور الثلاثة الأساسية بيبقى الأمر نسبي جدا، يعني أي شخص ممكن يكون له قواعده الخاصة بالعمل، ممكن يكون عنده أفكاره الخاصة، أمور هي بتناسبه وتناسب ظروفه الحياتية، ولكن ضمن هاي الأمور الثلاثة الأساسية إذا التزم فيهم فهو حيلتزم بالشيء خلينا نقول مجتمعيا صح، ولكن فيما بعد يختلف كل شخص عن شخص آخر. اليوم علي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي صارت هي محور اهتمام كثير من الأشخاص، ولكن الشباب ممكن يستخدموا بطريقة خاطئة أو حتى ما يعرفوا يسوقوا لنفسهم بمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شو الطريقة الصحيحة لحتى اليوم كل شاب جامعي عم يبحث عن فرصة عمل يسوق لنفسه بطريقة صح ويكون مستعد للتجربة؟ هلا بما يخص السوشيال ميديا هو موضوع شوي مختلف، لانه الانسان او الشاب يلي يبحث عن عمل ممكن يلاقي شغل عن طريق السوشيال ميديا، يعني ممكن يبحث عن طريق المنصات او مواقع التواصل الاجتماعي عن فرصه عمل داخل السوشيال ميديا، ولكن يسوق لحاله كشخص يبحث عن فرصه عمل عن خلال صفحته الشخصيه فهذا امر صعب نسبيا. هو ممكن يعمل شغلتين اساسيتين بما يخص السوشيال ميديا، اولا انه يكون عنده مشروع خاص هو يروج لنفسه من خلال السوشيال ميديا، او ممكن هو يكون عم يعمل بمرحله التقدم الوظيفي، يعني انا اليوم مثلا عملت ورشه بكليه العالم او عملت ورشه بمكان معين، فانا بحاول اني استثمر هي الفيديوهات او استثمر هي الورشه ضمن السوشيال ميديا عندي او من ضمن صفحاتي على السوشيال ميديا لحتى انا اقدر اعمل شيء على يعني بما يسمى التقدم الوظيفي عندي على الكارير تبعي على المسيره المهنيه عندي، ولكن انا ابحث عن عمل من خلال صفحتي الشخصيه فهو امر صعب نسبيا، ما حنقدر
تقدمي محتوى انه انا عم دور على فرصه عمل، ولكن ممكن يستخدم مواقع التوظيف او القصص اللي هي منصات التواصل الاجتماعي، واكيد حيلاقي فرصه عمل لانه السوشيال ميديا هلا سوق العمل هلا هو كله عن طريق السوشيال ميديا اساسا، ما عاد في شيء اللي هو التقديم بشكل مباشر او بشكل شخصي. او يتواصل معك؟ او يتواصل معنا طبعا، نحن بنساعد الاشخاص حتى تلاقي فرصه عمل، نحن هذا الشيء بنعمله مجانا. حاليا نحن هلا عم نمارس هذا الشيء بالوطن العربي، وان شاء الله قريبا يعني بنتمنى نوصل لاماكن ابعد من الوطن العربي. ان شاء الله يا رب، تستاهلوا كل التوفيق. علي، اليوم يمكن للاسف كثير من الشباب بتستهون بقصه الشهاده الجامعيه، بيقولوا لك انه الخبره اليوم هي اهم، الشركات والمؤسسات اليوم هي بتطلب خبره لسنوات معينه، ما ممكن تركز على الشهاده الجامعيه. خلينا نحكي عن اهميه الدراسه الاكاديميه لجانب الخبره العمليه، قد هي اليوم بتساهم بثقل الخبره. هلا هذا الشيء لفتني جدا، خاصه بما يخص الدراسه الاكاديميه، اغلب شبابنا اليوم عم ينظروا للجامعه او الدراسه الاكاديميه انه هي غير مفيده، وهذا امر خاطئ تماما، لانه انت اليوم اذا ما كان عندك الجانب النظري فما حيكون عندك الجانب العملي. كيف انت بدك تشتغل؟ بقول لك انا بس نظري، لا، انت نظري بالبدايه ثم عملي. فانت اليوم اذا ما كان عندك هذا الجانب النظري، انت شخص ملم اكاديميا بالمجال تبعك، اضافه لموضوع العلاقات. انا حكيت بالورشه التدريبيه اللي مارسناها بجامعه دمشق، عملناها بجامعه دمشق، قديش مهم الجامعه تستفيد من خلال علاقات، علاقاتك الاشخاص اللي كانوا معك بالجامعه، قد مهم انت تبني علاقه معهم ممتازه لحتى بالمستقبل ممكن يكون هذا الشخص هو وسيلتك لحتى تلاقي شغل، ممكن يكون وسيلتك لحتى تطور من نفسك ان كان على صعيد مهنيا او اجتماعيا او عده امور اخرى. فعنا بدايه الموضوع الاكاديمي، موضوع الدراسه الاكاديميه النظريه كثير مهمه، والشهاده جدا مهمه، وايضا موضوع العلاقات ممكن تستفيد فيها من ضمن الجامعه ان كان مع الطلاب او مع الدكاتره. فهذا امر بنركز عليه دائما، انه الشخص اللي يدرس بالجامعه وحتى الاشخاص اللي هن ما درسوا بالجامعه، هذا مو مشكله كثير كبيره او هذا امر بيعزلهم عن سوق العمل، لا بالعكس، ممكن هو شخص ما يدرس بالجامعه ولكن يكون افضل من الاشخاص دارسين بالجامعه، يعني الامر كمان نسبي. صحيح. وخصوصا الاسبوع الماضي اقمت ورشه انت بكليه الاعلام، كانت تحت عنوان البحث عن العمل وطريقه التوظيف والتقدم الوظيفي. خلينا نحكي شو هي ابرز النقاط يلي توصلت لها من خلال هي الورشه، وشو كان في هيك اكثر الاستفسارات يلي كان من قبل الشباب الموجودين يلي عم يعانوا من صعوبات؟ هلا بدايه هي الورشه كانت مميزه جدا، خاصه بكليتي، لانه انا بالنهايه خريج كليه الاعلام، فرجعت على الكليه بعد 3 سنين واقمنا هي الورشه، شفت الطلاب اللي هن بالسنين الاولى عندهم الشغف، عندهم الطموح اللي كان عندنا نحن بالبدايه، ولكن تنقصهم كثير امور. نحن حكينا عن 3 امور اساسيه اللي هي السيره الذاتيه، وعن توظيف الذكاء الاصطناعي بالبحث عن عمل والتقدم الوظيفي، واخيرا وليس اخرا عن اخلاقيات العمل. كثير مهم الشغف موجود، مهم الشغف موجود، خاصة عن طلاب السنه الاولى. حلو. نحن اكثر الاشخاص كانوا حاضرين بهذاك الوقت، حسب وقتنا كان نحن الورشه 2 وخميس، فاكثر الاشخاص كانوا هن طلاب السنه الاولى. فطلاب السنه الاولى عندهم هذا الشغف، عندهم هذا الطموح لحتى هن يعرفوا شو هو سوق العمل، نحن كيف ممكن ندخل سوق العمل. تعرضنا لاستفسارات بعد الورشه اكثر من الورشه، يعني احنا ورشتنا استمرت ساعه ونص، اعتقد ضلينا ساعه بعد الورشه، بعد ما خلصت الورشه الطلاب موجودين معنا على المدرج عم يحكوا معنا بما يخص الاستفسارات اللي تلقوها من المعلومات اللي اخذناها بالورشه. فالشيء اللي كان مهم كثير بالنسبه لنا هو السيره الذاتيه، نحن حكينا عن السيره الذاتيه بشكل كثير كبير، توسعنا فيها، حكينا عن كيف انت ممكن تلاقي شغل خلال سيرتك الذاتيه، كيف ممكن تكتب سيره ذاتيه صحيحه. هذا امر يمكن اخذ وقت كثير طويل بالورشه، اخذ اكبر وقت بالورشه، واضافه حكينا عن الذكاء الاصطناعي، ولاحظت كثير مشكله عند الطلاب اليوم انه ما بيعرفوا شو هو الذكاء الاصطناعي، او في عندهم فكره عن الذكاء الاصطناعي ولكن ما بيعرفوا كيف بدهم يشتغلوا فيه، ما بيعرفوا كيف بدهم يوصلوا الذكاء الاصطناعي بحياتهم ان كان مهنيه او بحياتهم الشخصيه. فهذا امر كمان ركزنا عليه ضمن الورشه، وحنركز عليه ضمن فيديوهاتنا بالايام الجايه ان شاء الله، اضافه لموضوع اخلاقيات العمل، لانه انت باي شركه او باي مؤسسه او باي بلد اذا ما التزمت باخلاقيات العمل فانت حتكون اعتقد حتطرد. يعني يعطيكم الف عافيه، هي الورشات جدا مهمه اليوم لحتى يمكن يستفيدوا طلاب الجامعات من كل المعلومات اللي عم تقدموها، ولازم يمكن تكون مستمره كرمال ما يوقعوا باخطاء. خلينا نحكي علي عن الصعوبات او الاخطاء اللي بتواجه اليوم الشباب بالحصول على فرصه العمل، شو فينا نوعيهم اكثر بهذا الموضوع؟ هلا انا بالنسبه لي كتجربه شخصيه عم شوف خطأين أساسيين وكثير عم يواجهوا، يعني الأشخاص عم يواجهوا مشاكل كثير كبيرة فيهم، اللي هي النظرة المادية تجاه أي شغل أو أي مؤسسة عم يشتغل فيه، أنه أنا هدفي بس مادي بهي المكان، هدفي أنه أنا بس أنه اللي هي الفلوس أو المصاري. فهذا أمر يعني حيدمرك صراحة، حيدمر المسيرة المهنية تبعك. لا، أنت أحيانا ممكن تشتغل بأماكن يكون فيها دخل المادي أقل، ولكن انت حيكون فيها تطور، حتعمل فيها علاقات اكثر. هي بالنهايه المسيره المهنيه هي عباره عن علاقات، انت ممكن تتطور من شغل لشغل عن طريق علاقاتك.
فالتركيز على العلاقات وعلى التطور المهني اكثر من النظره الماديه، اضافه انه يبتعد عن شيء نحن بنسميه قيل عن قال، يعني يبتعد عن الاشياء اللي هي والله انا ابن خالتي قال لي انه هون ما في شغل، او ابن عمي قال لي لا تفوت اعلام ما له مستقبل. هي الشيء انا بتستفزني بشكل شخصي، بيحكوا معنا اشخاص على الصفحه، نحن يوميا يمكن بيوصلنا على البيج عندنا من 100 ل 150 طلب مراسله، يعني حدا يتراسل معنا يسالونا عن استفسار بخصوص العمل. اكثر شيء بيستفزني هذا الامر، انه نحن انا قال لي رفيقي هيك، عم بيقولوا لي انه هون ما في شغل، انت لا حد لا تخلي حد يقول لك، عرفت كيف؟ انت اسال جرب، نحن عم نعمله على السوشيال ميديا لحتى تسالنا نحن، ما حدا تسال رفيقك او قرايبك او جارك بالبنايه ايا يكن يعني. صحيح. طيب اليوم ممكن يكون في شباب كثير واشخاص كثير وحتى صبايا عندهم مهارات وخبرات يكونوا متمكنين منها، ولكن ما بيعرفوا يعملوا سيره ذاتيه او يكتبوا سي في خاص فيهم بيساعدهم على انهم يلاقوا فرصه العمل المناسبه لهم ضمن اختصاصهم والخبرات الموجوده عندهم. اليوم كيف انا فيني اعمل سي في واضح وبشكل صحيح ومناسب للخبرات الموجوده عندي؟ هلا انت قلتي شغله كثير مهمه، هي كتابه السيره الذاتيه. هلا نحن اليوم في شيء متعارف عليه اللي هو العالم عم تصمم السيره الذاتيه. هلا التصميم هو شيء خاطئ 100%. السيره الذاتيه هي كتابه وليس التصميم. انا اليوم لما اروح لعند جرافيك ديزاينر او مصمم لحتى يصمم لي السيره الذاتيه فهذا كثير خطا، انت عم تدمر سيرتك الذاتيه. السيره الذاتيه اهم شيء تكون كتابه، لازم تكتب محتوى، بالنهايه هو عباره عن نص، كانك عم تكتبي سكريبت وليس تصممي بوستر او تصممي اعلان. فهي اهم شغله نحن ركزنا عليها خلال الورشه، وحتى الورشه اللي حنعمل الورشه اليوم بكنيسه الصليب مع فوج الكشاف حتكون كمان ورشه حنحكي فيها عن هذا الموضوع، انه السيره الذاتيه كتابه وليس تصميم. اضافه في عده امور اساسيه اللي هي المسمى الوظيفي. اليوم الاتش ار او مدير الموارد البشريه اول شيء بيشوفه بسيرتك الذاتيه هو المسمى الوظيفي تبعك او ما يسمى الجوب تايتل. هذا الشيء لازم يكون صح، لازم يكون مناسب، ويكون مناسب انت ويناسب الشاغر اللي كتبه مدير الموارد البشريه. واضافه شيء الناس ما حتستوعب اساسا انه نحن عم نحكي فيه اللي هو الصور. صورتك صدقا 50% من السيره الذاتيه بتحكم عليها صورتك، اذا صورتك صح او خطا، خاصه بالشركات الكبيره والمهمه بيركزوا على الصوره. اذا انت عارف بشع صح او خطا، صح او خطا. تمام. صحيح. يعني تفاصيل كثير صغيره يمكن الناس ما بتعرف اهميتها، ولكن هي لازم ننتبه عليها اكثر. اليوم لما نحكي عن سوق العمل لابد انه نذكر موضوع السفر. اليوم العديد من الشباب الخريجين بعد التخرج بيطمحوا للسفر والعمل بالخارج، ولكن ما بيعرفوا اليوم شو هي الاساسيات او المهارات اللي لازم يمتلكوها، اللغات اللي لازم تكون موجوده عندهم. خبرنا اكثر تفاصيل. هلا كمان هذا الموضوع نسبي، امر نسبي بشكل كامل. لانه اليوم انا عندنا مثل مبيعات يختلف عن جرافيك ديزاينر، يختلف عن يشتغل بالمونتاج، يختلف عن المراسلين او المذيعين. صحيح. او حتى الاطباء والمهندسين. فنحن اليوم الشيء اللي كثير مهم انه كل شخص بمجاله، يعني انا اليوم كشخص بالمبيعات بيهمني اللغات والمهارات، ما بيهمني الشهادات. انا ممكن يكون معي على شهاده البكالوريا اشتغل بالمبيعات واكون من افضل الناس بمجال المبيعات، ان كان مجال الجرافيك ديزاين. انا اليوم ممكن كمصمم ما يكون معي شهاده بالتصميم، ولكن يكون عندي خبره ومهاره بالتصميم، يعني بتخليني اقوى كثير من الناس معهم شهادات. فانت لازم تركز على الخبرات والمهارات واللغات، ولكن حسب تخصصك وحسب مجالك يختلف بشكل كامل. بما انه علي اختصاصك سوق العمل والخوض بهذا المجال والتعمق فيه، اليوم اغلب الشباب يلي عم يدرسوا لسه بيلجأوا للعمل التطوعي بفتره الدراسه، شو رايك بهذا الموضوع؟ له اهميه وصح هذا الشيء، ولا ما انه لازم الواحد خلص يركز بدراسته وبعدين يأجل العمل التطوعي؟ وهذا الشيء صح ومو صح. هقول لك ليش. انه هو عم يلجأ للتطوع خلال فتره دراسته. لازم يلجأ للتطوع خلال فتره دراسته وما بعد فتره دراسته. التطوع هو مو شيء انت بتعمله بس لحتى انت تكسب مهارات او خبرات، هو صح بتكسبك مهارات وخبرات كثير، بس ولكن انت بتعمله لحتى انت يكون عندك وعي اكثر تجاه مسؤوليتك المجتمعيه تجاه الاشخاص اللي موجودين بحياتك او الاشخاص اللي انت ما بتعرفهم. فالتطوع لازم يكون خلال الفتره الدراسيه لحتى تكتسب مهارات وخبرات، وحتى تكتسب ايضا شهاده خبره من المؤسسه اللي انت اشتغلت فيها كمتطوع. هذا الشيء كثير بيفيدك خاصه بالشركات الكبيره، انه يعرفوا انه انت كنت مشتغل كمتطوع. هذا الشيء بيرفع من اسهمك كثير بالشركه. اضافه ما بعد مرحله الدراسه، اذا الشخص اليوم ما في يلتزم مع مؤسسه كمتطوع، ممكن هو يتطوع منه لحاله عن طريق السوشيال ميديا اللي نحن كنا عم نحكي عنها هلا، انه يقدم خدمه غير ربحيه ساعه يوميا بخلال مجاله. انا اليوم كمصمم مثلا، خلينا نحكي على التصميم، انا اليوم كمصمم ممكن انا ساعه خلال يومي اعلم فيها التصميم لاشخاص ما بيعرفوا التصميم، اعرض على السوشيال ميديا عندي انه تعالوا انا بعلمكم التصميم بساعه بشكل تطوعي. التطوع هو مو شيء لازم نحن نعمله مره واحده خلال الدراسه، لازم نعمله على طول، لانه هو بيكسب لنفسنا بالبدايه ولمجتمعنا قيمه اكبر.
طيب علي، خلينا نحكي كمان اليوم لحتى نكتسب هي الخبرات والمهارات لابد أن يكون في تسجيل بدورات تدريبية بمعاهد تدريبية بإشراف كوادر، ولا سيما كثير من الشباب بتلجأ اليوم لهي الدورات لحتى تنمي مهاراتهم المختلفة. خبرنا أكثر اليوم، ممكن اليوم في كثير من الدورات التدريبية بتكون استغلالية، الشباب ما بتعرف اليوم أنه تختار بشكل صحيح، نحكي عن أهمية هي الدورات إن كانت على أرض الواقع أو إن كانت كمان أونلاين عبر السوشيال ميديا. ممتاز، جميل جدا. هلا لك شغله، الدورات التدريبيه ممكن تصقل مهارات الشباب وممكن تدمر مهارات الشباب بنفس الوقت، لانه انا الشخص اللي بدي اخذ عنده هي الدوره التدريبيه انا عم باخذ الفكر تبعه، هو عم باخذ هو شو بيفكر، هو شو بيعمل، هو شو رايه تجاه هي القصه، هي الفكره او تجاه هذا هي المهنه او هي الطريقه اللي بدي اشتغل فيها بمجالي او بحياتي بشكل عام. فلازم نعرف عند مين عم نتدرب، مين هذا الشخص. ما بكفي شهاداته وخبراته، بدنا نفهم نحن الدوره اللي بيقدم لي اياها، لانه انت انك تاخذي دوره وتتعلمي من شيء هذا الامر سهل، ولكن انك انت ترجعي تسقلي فكره عندك او ترجعي تعيديها من الاول، او مثل ما تعملي شيء اسمه ريبراندنج، انك ترجعي انت تفكري بالفكره بشكل جديد بشكل مختلف، هذا امر صعب كثير وخاصه عند الانسان بدك اعاده تاهيب. فلازم نحن ننتبه كثير منيح عند مين عم ناخذ دوره، مين هذا الشخص، شو انجازاته، شو نجاحاته، شو حيعلمني بالدوره، شو حيقول لي، يمكن يقول لي شغلات غلط انا اروح فيها على الشركات وكون انا مقتنع فيها وضل مقتنع فيها. فهذا الامر جدا لازم الانسان يكون منتبه فيه ويراقب عند مين عم ياخذ الدوره التدريبيه، ان كانت على الارض الواقع وان كانت اونلاين. علي، اخر سؤال ويمكن سؤال كثير ضروري وكثير مهم نوضحه لكثير من الشباب يلي عم يواجهوا هلا التغييرات والتطورات بسوق العمل وما عم يلحقوا، هالشيء يمكن بخليهم بحاله ضياع وتشتت وما بيقدروا يحصلوا على الفرصه المناسبه لهم، كيف ممكن اليوم يتعاملوا مع هي التطورات لحتى يلاقوا الشيء اللي بيناسبهم؟ جميل جدا. هلا لك شغله بخصوص التغييرات، اليوم ما في تغييرات سوق العمل، في بس تطورات مثل ما حكيتي. تمام. سوق العمل هو عم يتطور يوم بعد يوم مثل اي مهنه بالعالم، مثل الفن، مثل اي شيء ابداعي، اي شيء يتعلق بسوق العمل فهو في تطور. لانه نحن اليوم بهذا المجال بسوق العمل اذا ما تطور هذا سوق العمل فحيضل مكانه نفسه، ما حنحن نقدر نقدم فيه شيء جديد. ففي تطورات بسوق العمل، اللي بيلاحق هي التطورات هو يعني شيء جدا سهل وطريقه جدا بسيطه عن طريق السوشيال ميديا. لكن عم نحكي قد ايه السوشيال ميديا مهمه، قد الانسان قادر يطور حاله من خلال السوشيال ميديا ويسوق لنفسه. فانت عن طريق السوشيال ميديا ممكن تعرف كل شيء بحياتك، اضافه عن طريق العلاقات انت ممكن تفهم وين صار سوق العمل وكيف تطور سوق العمل وانت شو لازم تعمل بسوق العمل. واساسا انت اذا ضليتي بسوق العمل وعم تشتغلي فانت اساسا رح تواكبي التطورات بشكل لا ارادي بدون ما تحسي انت حتواكبي هذا الشيء. اما اذا بعدتي عن سوق العمل مثلا، خلينا نقول بالمجال الاعلام، إذا أنا اليوم ضليت بعيد عن مجال الإعلام 10 سنين أكيد 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 رح تغير كثير شغلات علي من قبل 10 سنين لهلا، بس إذا أنا كنت بمجال الإعلام خلال 10 سنين ممكن أنا ساهم بالتطور كمان إذا ضليت. طبعا هلا 100%. هو التطور أساسا بيجي من الأشخاص، الأشخاص هم اللي بيطوروا، هم اللي بيحطوا القواعد والتطوير والأمور الأساسية اللي ممكن أي شخص يعطيها للأفراد الآخرين، يعني بيكونوا هن جداد على المؤسسة عم يشتغل فيها أو بيكونوا هن أساسا عم يتدربوا فيها لحتى يشتغلوا فيها بالمستقبل. أكيد. بالختام علي بدنا نشكرك كثير لأنك عم تحاول قدر الإمكان أنك تساعد الشباب بتوضيح كثير من الامور عن سوق العمل. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير هايدي لك، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا فيك علي نزار. اهلا وسهلا. وصلنا لنهاية صباحنا هايدي، ما حسينا بالوقت. بدنا نشكر أكيد كل المتابعين يلي تابعونا وإن شاء الله نكون أغنيناكم بالمعلومات. اليوم كان في جرعة تفاؤل كبيرة ضمن صباحنا، حكينا عن الورود، عن التعليم، عن تأمين فرص عمل وكثير من الأشياء المهمة. بدي أتمنى لكم بهذا اليوم تكملوا على خير وبابتسامة وبتفاؤل وبتحقيق جميع الأمنيات يلي بتحبوها. وأكيد بدي أتشكر كادر صباحنا غير المخرج حسين وبوراء الكاميرا يلي عم يصعبوا معنا الشباب يوسف عليا وابو ايمن. وشكرا لك يا هايدي. شكرا لك عفاف. واكيد بدنا نشكر كل حدا تابعنا لليوم ونشكر اكيد المعد رامي بداوي وكل كادر الاخباريه السوريه. لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت، مشاهدينا موعدنا بيتجدد معكم مع ضيوف جدد وفقرات عديده. ومن هلا تبقوا بخير، باي باي.